في محلي الصغير البعيد عن الأنظار وسط سوق السليمانية، وتحديدا في ميدان ماستكي القديم، يعكف كاكاوات على صناعة مكانس القش التي تعد إحدى الحرف التقليدية الأكثر شهرة لعقود طويلة. مفتخرين بمهاراتهم في صناعة هذه المكانس البسيطة والأنيقة التي تستخدم في تنظيف البيوت والساحات. في البداية الدكان كان عايدا لأبي يبيع فيه المواد الغذائية، واستلمت الدكان بعده وحولت إلى مكان لبيع المكانس القش القديمة. ومنذ 25 عاما أعمل في هذه المهنة كثيرا ولا أرغب بتغييرها. مع الأسف هذه المهنة قد قلت كثيرا، والآن أغلب المواد تأتي من دول الجوار. مع تقدم الزمن وظهور التكنولوجيا الحديثة، بدأت هذه الصناعة التقليدية في الاندثار. فقد ظهرت المكانس الكهربائية والبلاستيكية التي أصبحت أكثر فاعلية وسرعة في العمل، وبالتدريج أصبح الطلب على مكانس القش متزايدا مع تراجع قيمتها في الأسواق. طريقة عمل المكنسة: أولا يجمع القش بأعداد كبيرة وينثر بالجو لتنظيفه من زوائده وأعواده الفرعية، ويكبس ويربط بالحبل والشريط اللاصق ويكون جاهزا للكنس. يبدو أن الرغبة قلت بسبب المكانس الحديثة، ولكن لها تاريخ جميل ورغم البقاء في حياتنا. حرفة كانت تعد فخر الصناعات اليدوية في السليمانية، تقابلها مكانس السعف في وسط وجنوب العراق. فهل بقيت هذه الحرفة موجودة في محافظاتكم ومدنكم، أم إنها في طريقها إلى الاندثار، تاركة وراءها ذكريات جميلة من الماضي؟ لعله من المحلات القليلة في يومنا هذا التي تبيع هذه المكنسة، أو تسمى مكنسة القش، التي يتم استخدامها يدوياً، لأننا الآن نعتمد في التكنولوجيا على المكنسات الكهربائية التي تقضي لنا حوائجنا في بيوتنا. من السليمانية، مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.